السلام عليكم. غادي نوريلكم واحد الفيديو، أقسم لكم يمينا إلا تقشعر به الأبدان. علاش؟ لأنه كيعري الواقع الحقيقي. الناس اللي كيدابزوا، أنا ديما كنقولها لكم في الفيديوهات اللي كندير، لا احنا الجزائر مزيانين، لا انتوما، لا احنا عندنا البنان، لا كذا، لا المغرب، ديك الهضره الخاويه كامله. على من كتغطي؟ كتغطي على رؤوس الفساد في المغرب، وكتغطي على رؤوس الفساد في الجزائر، وما كيبانناش العدو الحقيقي ديالنا اللي هو الفساد. كيبان بلي ان المغاربه العدو ديالهم هما الجزائريين، والجزائريين كيبان لهم بلي ان المغاربه هما الاعداء الحقيقيين ديالهم، بينما ان الحقيقه هو ان الناس اللي ما باغيينش تبان هذه الحقيقه كيحاولوا يموهوا هذا الصراع ويبينوا الواقع على غير حقيقته. هذا هو الواقع. صياد اللي كيصيد الحوت في الباطو كيقلب دفع الشبكه باش يجيب الحوت، ولكن ديك الشبكة فعلا جابت الحوت، ولكن إلى جانب الحوت شنو كتشوف؟ هيكل عظمي لابس واحد الجاكيتة. هذاك مواطن من مواطني يرجح أنه يكون شي واحد من البلدين الجارين اللي كيعانيو واللي كيقاسيو واللي كيعيشوا المعاناة بجوج بيهم، واختاروا هذا الشخص هذا اللي كتشوفه هنا اللي هو جثة هامدة، اختار العبور إلى الضفة الأخرى. وشفت كذلك فيديوهات أخرى ديال عائلات بأكملها، عائلات بأكملها، نساء، رجال، شباب، دراري صغار، كلشي راكبين عائلة كاملة راكبة في باطو. فين غادية؟ غادية الفردوس الأوروبي تبحث عن لقمة العيش. هاد لقمة العيش اللي ما لقوهاش في بلادهم، لأنهم لو كان لقوها في بلادهم ما غاديش يغامروا. ما كاينش شي واحد، أنا شخصيا واخا ما نعرفوش ما نقدرش نغامر، نمشي نحرق في ظروف معينة اللي نقدر في أي لحظة نغرق، ما يمكنش نديرها. يعني اللي كيدير هاد الشيء شي واحد اللي كتكون الأزمة وصلته للعظم، كيكون الواقع المعيشي اللي كيعيشو صافي لا يطاق، كيشوف بلي انه بحال راه في الجحيم، وديك الطريق هي الوحيده، هي المنفذ الوحيد باش انه يعيش حياه كريم ويعيش العيش الكريم، وكيختار انه يمشي. البورسونتاج، النسبه المئويه ديال انه يسلك، هي النسبه المئويه ديال انه يقدر يغرق. هذا هو الحقيقه اللي كتغفلوا عليها، واللي كيحاولوا ما امكن المنابر الاعلاميه، لانهم هما كياخذوا الفلوس دوك المنابر الاعلاميه اللي كيسيسوا هذا الصراع واللي كيغذيوه، كيزيدوا يكبوا الزيت على النار باش تقدا مزيان وتشعل مزيان، باش حتى شي واحد ما يشوف الحقيقه، كل شيء يبقى مغمى عليه. لا حنا وبنان كيقلب التصور كذا في التاريخ، في الجغرافيا، في الازمات الداخليه، في ما نعرف شنو، غير باش يبين بلي ان الفكره ديالو صحيحه. ولكن في اخر المطاف انت راك تدافع على واحد الفاسد، والاخر يدافع عن فاسد اخر في مجتمع. لو كان يمشي داك الفاسد اللي عندنا في الادارات، عندنا في بزاف ديال الاجهزه، لو كان يمشيو كنا غادي نعيشوا الحياه الكريمه، لان بلداننا لا المغرب لا الجزائر تتوفر على موارد طبيعيه تكفي باش يعيشوا هاد الشعوب في رخاء وفي رفاهيه. ولكن للاسف الشديد شنو كاين؟ كاين ناس اللي كيراكموا الثروه في جيوبهم من كلا البلدين، مسؤولين في كلا البلدين، وفي المقابل الشعوب تعيش الويلات. كيف يعقل لدوله نفطيه غازيه، دوله تتوفر على جميع الامكانات بالاضافه الى الموارد البشريه، ان الشعوب ديالها ولا الشعب ديالها يعيش الويلات ويمشي في الفلوكة؟ واش كتلقى شي واحد عايش في دولة متقدمة كيختار أنه يهاجر بهذه الطريقة، أو بالأحرى كيختار ينتحر بهذه الطريقة؟ كيف يعقل واحد البلد فيه الفوسفات، فيه المعادن، الذهب، الكوبالت، الكثير من المعادن، فيه جوج ديال واجهات بحرية،
وفيه موارد بشرية، فيه علماء، فيه مهندسين، فيه كفاءات عالية، أنه الشعب ديالو ولا المواطنين ديالو يختاروا يمشيوا إلى الضفة الأخرى بهذه الطرق. كاين اللي كينطلق من الدار البيضاء، تصوروا معايا كينطلق من الدار البيضاء، شوف فين جاية الدار البيضاء، وكيجي هكاك وباش يمشي لإسبان. شوفوا شحال المسافة اللي كيقطعها في الماء، أيام وأيام وليالي باش يوصل تماك. لو كان شاف بلي أن البلاد ديالو فيها الحياة الكريمة ما غاديش يدير هادشي. هذه هي العبرة اللي خصنا نستافدو منها كاملين، باش ما نبقاوش واحد ينتقد الآخر. الانتقاد الذي يجب أن نقدمه جميعا سنقدمه للفساد، نقدموه لفلوس الشعب فين كتمشي؟ هذا هو السؤال المطروح، وهذا هو الشعار اللي خصنا نرفعوه كاملين، فلوس الشعب فين مشات؟ تحية لكم.